السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج كل يوم دي عن السونار وحملك مع دكتور هيثم عارف التسكين. وهنتكلم النهاردة عن التلوث المنتقل من الأم للجنين. موضوع التلوث المنتقل من الأم للجنين بنقول عليه تلوث عمودي، منتقل عمودي منتقل من الأم للجنين، وممكن يبقى مسبب بمجموعة فيروسات أو التهابات، حاجة اسمها تورش، مجموعة فيروسات المشهور منها مثلا قوي للحوامل حاجه اسمها سيتوميجالو فيروس. هل في علامات بالسونار تقدر تقول ان البيبي ده انتقل له تلوث او في تلوث داخل الرحم؟ فعلا في علامات موجوده بالسونار، علامات متعدده، من ضمنها تلوث الميه اللي حوالين البيبي، من ضمنها وجود تكلسات داخل الكبد، وجود تغير في لون الامعاء. كل الحاجات دي ممكن نشوفها بالسونار رباعي الابعاد مع دكتور هيثم عارف الترا سكان، ونقدر نستبعد وجود اي تلوث محيط بالجنين او المشيمه. واراكم على الف خير. شكرا.